يا صباح الخير على كل المصريين اللي بيشوفونا وبيتابعونا على شاشة التلفزيون المصري من خلال القناة الأولى والفضائية المصرية. أهلا بحضراتكم، حلقة جديدة من صباح الخير يا مصر. صباح الخير يا جوان. صباح الخير عليك يا شاذلي، صباح الخير والسعادة على حضراتكم جميعا. بنبدأ معاكم حلقة جديدة ويوم جديد من صباح الخير يا مصر. الحقيقة إنه امبارح كان اليوم الأول لاستقبال الجمهور في معرض القاهرة الدولي للكتاب في نسخته 54. الحقيقة إنه معرض القاهرة الدولي للكتاب من أهم الفعاليات الثقافية اللي بتقام في مصر، واللي كانت بدايته كانت أول نسخة ليه سنة 1969. سريعا كده هحكي لحضراتكم تاريخه ازاي بدا. كانت القاهره وقتها بتحتفل بعيدها الالفي، وكان وقتها وزير الثقافه كان الوزير ثروت عكاشه، فقرر ان هو الاحتفال يكون احتفال ثقافي، فعهد للكاتبه طبعا سهير الألماوي عشان ان هي يبداوا في تحضير لمعرض القاهره الدولي للكتاب، وكانت اول نسخه فيه سنه 1969. ومن ساعتها الحقيقة بيبقى فيه إقبال كبير جدا من الشباب ومن مختلف الفئات العمرية في المعرض، وكان كمان امبارح كان فيه الحقيقة إقبال كبير جدا 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 من مختلف الفئات العمرية اللي بتحرص دايما على أنها تزور المعرض كل سنة، خاصة أنه زي ما قلت لحضراتكم بيعتبر الحدث الثقافي الأهم والأبرز في المنطقة العربية كلها. هو الواجهة الثقافية والحضارية لأدباء وكتاب مصر والوطن العربي أيضا. هي أنه الناس دايما بتستناه من السنة للسنة، وكتير جدا من الأسر المصرية بتعتبره خروجة لكل عيلة، خاصة بعد ما بقى في جناح مخصص للطفل بخلاف العروض الفنية والثقافية الكتيرة اللي بينظمها المعرض. ومن أهم يعني من كتر ما هذا المعرض مهم يا شاذلي، تم اختياره في 2006 إن هو تاني أهم معرض للكتاب بعد معرض فرانكفورت الدولي. أكبر فعلا من حيث المساحة ودور النشر الموجودة، احنا سنة عن سنة بتفرق، لكن خلينا نتكلم فعلا احنا بقالنا 54 سنة، دي دورة 54 سنة من التنوير، 54 سنة مصر قادت فيهم ثورة بما تمتلكه من مقومات، بما تمتلكه من كفاءات، كل في تخصصه، واحنا شايفين المعرض سنة عن سنة بيفرق. بالتأكيد كل المصريين بيتعاملوا مع هذا المعرض باعتباره حدث ثقافي، وحدث ثقافي مهم جدا، في نفس الوقت فسحة. نشوف الناس كده دايما كده، الشباب بيتجمعوا مع بعض ويروحوا، كل الأصدقاء بيروحوا، كل واحد بياخد ولاد ويروح. طبعا المعرض بيفتح من الساعة 10 صباحا، بيكون فيه زحمة، ويمكن اللي راح امبارح شاف الإقبال والزحمة اللي كانت موجودة عند البوابات عشان يلحق يلف المعرض. يعني في ناس بتروح مش يوم واحد، في ناس بتروح أيام عشان يقدر يلف المعرض ويقدر يكون حريص على أنه يدور على الكتب اللي هو عايز يشتريها. عشان كده النصيحة المهمة أنه لازم يكون معاك قائمة بالكتب اللي انت عايز تشتريها، تسأل عليها الأول تشوف هي فين تشتريها، وبعد كده تكمل بقى ايه لف براحتك في المعرض. عشان لو مش معاك القائمة دي هتحتار الحقيقة من كمية الكتب اللي موجودة، كمية كتب كبيرة جدا يا جمانة. كتير جدا يعني يا شاذلي، الحقيقة يمكن المعرض السنة دي بيشارك فيه حوالي 1047 دار نشر مصرية وعربية وأجنبية، طبعا ده عدد كبير جدا جدا جدا، كل سنة بيكون فيه تزايد في عدد دور النشر. كمان مهم جدا وانت بتلف في المعرض انك تعدي على دور النشر الحكومية والمدعمة زي المركز القومي للترجمة والمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية والهيئة العامة للكتاب، أيضا المجلس الأعلى للثقافة. هتلاقي هناك عروض كتيرة جدا وكتب كتير جدا وأسعار مخفضة. مهم كمان وانت رايح المعرض تبقى عارف ان انت يعني اليوم بقى هتقضيه هناك، هتلف براحتك، تتفرج على كتب براحتك، في فعاليات كتير جدا، في مسرح كمان هناك بيقام، في فعاليات كتير جدا جدا جدا، محتاجة ان انت تبقى رايح وانت معاك وقت ومش مستعجل ومعاك البرنامج كمان بتاع اليوم. كلامك صح، معاك البرنامج بتاع اليوم. انا بالمناسبة المدام راحت امبارح وخدت البنت وقضوا اليوم كله امبارح هناك في المعرض، وبتقولي خلصنا لف وما اشتريناش كل حاجه احنا عايزينها. صحيح. بس اتعلمت بقى من هنا ايه، ان هي تاخد معاها، عارفه انت العربيات اللي هي بتتجر دي، اللي هي الصغيره عشان تحط فيها الكتب، لان هي اشترت كميه كتب وما بقوش عارفين يودوها فين، فطلعوا. دي نقطه مهمه جدا، خرجوا بره يحطوها في العربيه. فهي بتقولي بقى انا لقيت ناس على ما يبدو ان هم متمرسين قوي في الموضوع ده وفاهمين وعارفين هم بيعملوا ايه، فكل سنه لما بيروحوا بيكون معاهم العربيه الصغيره اللي هي بتتجر دي عشان يحطوا فيها الكتب اللي هم بيشتروها. الجميل كمان ان المعرض كل سنه بيكون عنده جديد، كل سنة لازم يقدم نواة لمشروع جديد. على سبيل المثال السنة دي مثلا هيتم فيه تفعيل خواص جديدة، طبعا هيكون فيه مبادرات مختلفة زي مبادرة الثقافة والفن للجميع،
اللي تقدر من خلالها انك تقسط اسعار الكتب، بالاضافه لان في زي ما كانت جمانه بتتكلم اسعار مخفضه للكتب، ده غير الفعاليات الكتيره جدا اللي هتكون موجوده الخاصه بالاطفال وذوي الهمم. كمان فعاليات البرنامج الثقافي اللي بيضم حوالي 500 فعاليه ثقافيه متنوعه. فزي ما قلنا ان هو برنامج، لازم يكون عندك برنامج اليوم، لازم تكون عارف انت رايح فين، عارف الاجنحه، عارف التخطيط بتاع المكان عشان ما تتوهش، وعشان تبقى عارف انت رايح فين وعايز ايه، فتعرف تجيب اللي انت عايزه واليوم يبقى بتاعك. وكمان عايز تروح يوم تاني روح، عايز تروح يوم تالت روح، ناس بتروح تقضي فسح كمان، بتروح اكتر من يوم. يعني انا افتكر انه مثلا انا وماما كنا بنروح زمان شازي اكتر من يوم. المعرض طبعا بيستمر اكتر من 10 ايام، حوالي 12 يوم فاكتر من يوم، لانه البرنامج بيختلف من يوم للتاني، فكل يوم بيبقى فيه حاجه جديده. طبعا شخصيه العام في المعرض هي صلاح جاهين، وايضا ضيف شرف المعرض هو الاردن. فيعني احنا متوقعين كده انه الاقبال كمان السنه دي هيكون ازيد بكتير. طبعا السنين اللي فاتت كان في كورونا، كانت الناس لسه متخوفه بعض الشيء، لكن دلوقتي الحمد لله يعني تعاملنا وتعايشنا، بس برضو ناخد بالنا ماسكاتنا، الكحول معانا، التباعد على قد ما نقدر، لانه طبعا لسه كورونا كمان موجوده، فناخد بالنا على قد ما نقدر، ده غير دور البرد اللي موجود كمان، فخلينا ناخد بالنا. على اي حال سؤالنا لحضراتكم النهارده هو: هل بتجهزوا قائمه كتب بتشتروها من معرض الكتاب، ولا بتروحوا تلفوا في المعرض واللي بيعجبك بتشتري؟ يعني زي ما انا قلت انا وشازلي قلنا لحضراتكم، احنا لا، احنا بنروح بيبقى في قائمه، ولكن مستحيل تطلع بالقائمه بس، لازم تطلع بالقائمه مع شويه كتب كده تانيين حلوين، وتقعد تتفرج بقى في المعرض وتلف وتحضر ندوه هنا، تحضر حاجه في مصر، فعاليات ثقافيه كتير. بالظبط. شفناه امبارح على فكره بالمناسبه، كان في مجموعه برضو من العروض كانت موجوده في المعرض في اول ايام افتتاحه امبارح. وزي ما قلنا ان المعرض بدا بخمس دول فيهم 100 دار نشر، وصلنا لكام؟ وصلنا ل 1047 دار نشر موجوده. مجهود كبير بيتم عشان نقدر نتواصل مع دور النشر، وده كله ما هو الا تاكيد على ثقه في القارئ المصري. كل دور النشر المصريه وغير المصريه الموجوده في معرض الكتاب بتثق وعارفه كويس قوي القارئ المصري على قدره عاليه من الثقافه والاطلاع والوعي، عشان كده بتكون حريصه كل سنه هيكون موجوده. واحنا بنقول في الجديد اللي بيكون موجود السنه دي يا جمانه، على سبيل المثال هيكون موجود صناع المحتوى الرقمي واليوتيوبرز اللي بيقدموا محتوى ثقافي، دول هيكونوا موجودين، اللي حققوا نجاحات خلال الفتره اللي فاتت على يوتيوب وعلى المنصات المختلفه، هيعرضوا تجاربهم للشباب اللي موجودين واللي بيحضروا هذه الندوات، وهيكون في تفاعل ما بينهم كمان. طبعا دي نقطه مهمه جدا، عشان يعني شئنا ام ابينا الحقيقه انه المحتوى الرقمي بقى مصدر للمعلومه ومصدر للثقافه في ظل مواقع التواصل الاجتماعي، وفي ظل السرعه اللي احنا بقينا فيها، بقى في ناس بتحب ان هي تاخد معلوماتها من خلال الفيديوهات او المقاطع اللي يمكن مدتها قصيره قوي. طبعا بيبقى في يعني زي ما كان شازي بيقول يوتيوبرز، او بيكون في اشخاص مؤثرين خلاص هم مصدر ثقه، في ناس بتثق فيهم وفي معلوماتهم بعد وقت كتير، وبعد ما الناس اتاكدت من المعلومات اللي بتتقال و و و فبقوا بيتابعوهم على طول. ودايما لما تيجوا تتفرجوا على اي محتوى، خاصة لو محتوى متعلق بمعلومات أو أخبار أو أي مكان، حاولوا دايما تدوروا ورا المصدر، وانتوا كمان تشوفوا كده الخبر ده أو المعلومة دي سليمة مش سليمة. يعني بلاش الثقة الكاملة، لأنه كلنا بني آدمين وكلنا خطائين، ممكن طبعا نصيب ونخطئ. مرة تانية سؤالنا لحضراتكم، قولوا لنا بتحضروا قائمة للكتب ولا لا، ولا بتروحوا تلفوا في المعرض واللي بيعجبكم بتشتروه. ان شاء الله هنستنى اجابات حضراتكم على صفحتنا على فيسبوك اللي هنستعرضها مع بعض في حلقه النهارده. صباح الخير والسعاده على حضراتكم جميعا. صباح الخير يا مصر.